إعدادي. آه. واحد جه من عندنا جارنا اللي خدنا وصورنا في إعلان، وحلقوا لي شعري، خدوني صوروني هناك. كان جينا أول يوم رمضان لأنهم صورين جايبين الإعلان في التلفزيون. مريض السرطان صغير أو كبير، إيدين كل مصري ممدودة وشايلاه، وهتوصله لبر الأمان. مستشفى 500 في الشيخ زايد، أكبر مستشفى في العالم لعلاج السرطان، هنعالج كل الحالات. في واحد من هنا اسمه سلامة محمد عبد الحميد أبو عظمة، شغال في شركة إعلانات مهندسين اسمها فرام، تمام؟ وصاحب الشركة أستاذ أحمد هاشم، فخدوا الولد وكده قالوا إن هو يصور مسلسل معاهم، اختاروه من ضمن حوالي 50 عيل وكده، وقال لي إن هو يصور معانا مسلسل وكده. فالولد قعد معهم حوالي 10-15 يوم بيصوروا كده، فجاء في يوم لقيته حلق شعره قرع زيرو بتاع، حالي يا ابني كده ليه وبتاع، قال لي يا بابا ده هم قالوا لي الدور كده وبتاع، ان هم ايه الدور عايز ان هو اكون حلق شعري. حلقوا لي شعري ورحت معاهم هناك، الناس راحوا ملبسين هدوم هناك وقعدوا يصوروا فيا، وحط لي حاجات في عينيا وفي سناني. فما حطيتش في دماغي ان هو مثلا هيحطوه في مستشفى سرطان او الكلام ده. فجينا في رمضان لقينا الاعلان نازل على التلفزيون ان الولد مريض سرطان وبتاع بيلم تبرعات عليه مستشفى 500. فانا رفعت قضيه بطالب بحق ابني، يعني عايز حق ابني وكده من الناس ديت وكده. الولد متعقد من المدرسه، مش عايز يروح المدرسه بسبب الاعلان، العيال بيضايقوه هناك بيقولوا ان هو مريض سرطان ومحدش يلعب معاه، ولاد بكل ما مامته تروح توديه المدرسة وبتنظر ده يروح المدرسة بيهرب. في آخر السنة جاي بأربع ملاحق في المدرسة. العيال بقوا متضايقين في المدرسة وقالوا أنت عيل مريض وكده وما نجحش في المدرسة، سقط في المدرسة بسبب العيال اللي بيقولوا كده. في عيد السنة بسبب مشكلة زي كده عملوا الولاد إحباط نفسي وبتاع، ولاد متعقد وكده، فأنا بطالب بحق ابني وكده.